افتكر افتتاحي مهم جدا، لانه الان بيدور نقاش حول انه في ناس بيفكروا انه ما جدوى هذا التفويض، وبيتساءلوا طبعا ده من داخل مربع نصرة القوات المسلحة، انه نحن اصلا مفوضين القوات المسلحة تحديدا لهذا التمرد، لسحق هذا التمرد، فما الجديد؟ او في ناس بيقول لك نحن اصلا مفوضين القوات المسلحة هذه لنا 5 على 7 الفترة الانتقالية، فما الجديد؟ اولا نحن في ظرف خاص، نحن محتاجين بحجم المؤامره الخارجيه والاقليميه، محتاجين باستمرار اننا نحن نسعى على سماوات القوات المسلحه مثل هذا التفويض ومثل هذا الدعم. هو المناسبه بتاعه القصه دي شنو؟ المناسبه انه احد اعضاء قاده تقدم اللي هو خالد عمر كان بيتساءل في برنامج انه ما هي شرعيه القوات المسلحه؟ مثلا نحن لما نجي نتكلم نقول موضوع الاغاثه ده ما يدخل او ما يتم الـ 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 الاجراء فيه الا اذا وافقت القوات المسلحه وقياده القوات المسلحه، هم قالوا ما هي شرعيه القوات المسلحه؟ وبالطبع هذا ليس اجابه على هذا السؤال السطحي وهذا السؤال الخطير، ولكن هي عملية للتأكيد على أن الشعب السوداني الآن يفوض هذه القوات المسلحة، وتكرار هذا التفويض لا يضر بل هو مفيد. يعني هسه أنا قبل في واحد من الجروبات سألني، قال لي أنا نزلت التفويض ده باسمي، فقال لي يعني ما هي القوات المسلحة دي مفوضة، فما أظن أنها محتاجة للتفويض. قلت له هي ما محتاجة، لكن نحن محتاجين نؤكد على استمرار وهذا الـ هذا الـ هذا التفويض وعلى تواصله، واذا اصلا هو نحن ما دائما انا قاعد اقول نحن منهجنا في القصه دي السلف الصالح، يعني الصحابه لما قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص ده تفويض للقياده، لكن لما جو في قصه الموضوع بتاع بيعه الشجره بايعوا، لانه حسوا انه الظرف بيتطلب مزيد من تاكيد هذا التفويض. فالمؤامرة التي تحيط بالبلد أولاً وتحيط بالشعب السوداني ثانياً وتحيط بالجيش السوداني ثالثاً هي بتفرض علينا أننا نحن في كل حين وفي كل فترة يجب أن نقف ونعيد مثل هذا التفويض، وهو نوع من أنواع التعبئة السياسية. نحن ما بنبحث الآن عن علاقة جديدة بينه وبين القوات المسلحة. الترند اليوم بتاع الجمعة ده ما بح يا أخواننا، ما بحث عن علاقة جديدة كأننا نريد أن نبتدر علاقة بيننا وبين القوات المسلحة، لا، هو من باب إعادة التعبئة السياسية لصالح الالتفاف حول القوات المسلحة وقطع الطريق على أي شخص يحاول أن يبحث عن شرعية أخرى مثل حمدوك الذي يحاول أن يقدم نفسه للمجتمع الدولي باعتباره رئيس وزراء سابق، أو قوة الحرية والتغيير المتبقية في جسم تحاول أن تقدم نفسها بشرعية الثورة. نحن نريد أن نقول أن الشعب السوداني الآن هو الذي يمنح هذه الشرعية وهو يجدد باستمرار لصالح القوات المسلحة.